وصفوا هذه البادرة بالجديدة. بقية تفاصيل مع علي مادي. بعد أن شهد أحداثا كثيرة خلال الثورة، يتحول اليوم ميدان الزاوية إلى ساحة ثقافية وفنية يعرض خلالها كل ما هو مميز. فاليوم يحتضن الميدان معرضا للسيارات الكلاسيكية، والذي يرى المنظمون له أنه لمسة وفاة لأرواح شهداء هذا الميدان. والله طبعا كانت بادرة جماعية من ملاك وهواة السيارات الكلاسيكية. الجمعة الماضية كانت في طرابلس، لأنها شبه اجتماع، فاقترحوا الشباب بأن تكون مدينة الزاوية هي أول مدينة باعتبارها في المنطقة الغربية، اللي هي طبعا ظهرت أو انتفضت ضد الطاغية، فقرروا أن نجوا نزوروها هي أول واحدة. مشاركون من مدينة طرابلس والزاوية بعربات مختلفة الأنواع والأعمار، كما إن المعرض لم يخلو من المشاركات الدولية أيضا. إحساس بحاجة، يعني ممكن بحاجة بسيطة نقدمها لأرواح شهدائنا إن شاء الله في الميدان المبارك هذا، يعني لكن يعني فيه رغبة في العودة إلى القديم، والحاجة جميلة أنك أنت تحس أن في حاجة قديمة، يعني كويسة بصراحة. يعني أهالي الزاوية كانوا حاضرين ولم يخفوا إعجابهم بهذا المعرض الذي ينظم لأول مرة بالمدينة. سيارتي ستروين تراكسيون من 1954. أنت مالك من نرى لا لا، أنا شريتها من في 2010 إن شاء الله. أنت هاوي يعني؟ بالضبط. وعندي عدة سيارات ثانية، يعني عندي ستروين 23، وعندي ستروين دوشيفو، وعندي فورد زودياك. المشاركون طالبوا المسؤولين بتبني هذه المواهب والأفكار بإنشاء أندية لهواة السيارات الكلاسيكية. هذه أول مرة نأتي إلى ليبيا، حظينا باستقبال جيد في هذه المدينة المشهورة. مشاركتي بسيارة مصنوعة في المنزل تقابلت مع رفاق مهتمين بالسيارات الكلاسيكية، ونقول لكل الشعب الليبي شكرا شكرا لاستماعكم. هوايات كانت غير معروفة في السابق لأسباب عدة، ويرى هواة السيارات الكلاسيكية التعريف بها ودعمها ضروري إسوى بباقي الفنون.